تصريح أطفأ جزء كتير من النار. قال في مداخلة له: إحنا غير مسموح لحد خالص في المنظومة إنه يغلط أو يتجاوز، غير مسموح إنه في أي لاعب من النادي الأهلي حد يتجاوز في حقه، وإذا كان مسؤول اتحاد الكورة له حق الاحترام وهذا أساسي، فأي عامل مش لاعب، أي عامل لابس تيشيرت عليه لوجو النادي الأهلي مطلوب احترامه لأنه بيمثل النادي الأهلي. أي إنسان وعليه التزاماته، أي إنسان مطلوب احترامه وعليه التزاماته. بص يا أستاذ إبراهيم، هذا اللي عمله الكابتن سيد في الأول هيقول لك طب أنت يا كابتن سيد ليه قدمت هذا البتاع وبعدين رجعت اشتكيت؟ لأن أنت حبيت كنادي أهلي إنك تمتص الأمر وما على رأي كابتن سيد ما يكبرش أكبر من حجمه. فبنوع من المبادرة بما يشبه الاعتذار قدم الكابتن سيد عبد الحفيظ ان احنا لا نقبل ولا بتاع وكلام ده، وان اللاعب يكون كل الاحترام لنا. ولما اكلم الكابتن فضل في هذا الامر كان يتصور ان الموضوع خلاص كده خلص، لكن فوجئ ان بعد هذا الكلام اتقدم شكوى من الكابتن فضل وطلع في كل حته يصرح انا حولت الامر للجنه الانضباط. لا انت كده بتستفيد من انك تغلط فيا وتهني وتشتكيني. لا مش كده بس، انك تستفيد ان انا بعمل مبادره. البادئ خيركم من بدا بالسلام. فالاهلي مد يده عشان من غير ما يمد يده. الاهلي شاف ان الامر عايز اكمل الجمله دي يا استاذ ابراهيم. اتفضل. انت بتستغل ان انا اللي ابتديت وكانك بتظهر ان احنا غلطنا فانت بتشتكي وهتستفيد من المبادره الطيبه بتاعتي. لا انا ليا حق بقى هطالبه. ده وجهه نظر النادي الاهلي والكابتن سعد عبد الحفيظ، لانه قال جمله مهمه جدا: انت متوقع مني ان انا عاقب لاعب ما غلطش؟ لاعب اسئل واتهان على المستوى الانساني، واحد بيهان، انت فاكر ايه؟ هو 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 هنا كل الامل والامر قد ذهب الى القضاء الداخلي في اتحاد الكوره، ان القضاء لا ينظر الى المناصب انما ينظر الى الوقائع والى الحقوق، لان اصعب حاجه على الانسان الظلم والقهر. وما تقوليش اصل ده متكرر، انت كده بتستغل ضعف عندي عشان تغلطني مره واثنين وثلاثه وفي الاخر توصل انك تخلص مني. هذا كلام مرفوض. وعلى فكره زي ما ناس كتير عرفت ان كابتن كهربا عصبي وابتدت تشتغل على الحته دي، ما هي ناس عرفت ان الكابتن فاضل عصبي ممكن تشتغل على الحته دي. مش لصالحه كمسؤول ولا كإداري. يا سيدي ما حد، انت ازاء المسؤوليه اذا كنت هطالب اللاعب بالانضباط ازاء المسؤوليه، المسؤول اولى بالانضباط ازاء المسؤوليه.